السلام عليكم. نبدو في المعمل بتاع الإير. الإير زي ما قسمناها إلى 3 بارتس: external ear, middle ear و internal ear، ولا نسمو فيها outer ear, middle ear و internal ear. الإكسترنال إير هي الجزء اللي مادي من الأوريكل وينتهي بوجود التيمبانيك ممبرين، متكون من 2 بارت: it is oracle and external acoustic meatus. هذه الجزئية الأولى اللي نسمو فيها الإكسترنال إير. الجزئية الثانية نسمو فيها الميدل إير، ونحن مطالبين بها in details، نعرفوا الوولز بتاعتها والستركشرز within it اللي هن المسلز and bone. آخر جزئية اللي هي الانترنال إير، اللي هي متكونة من 2 بارت اللي هو الكوكليار بارت والفستيبولار بارت، واللي هي اللي تكون لي في الفستيبولو كوكليار نيرف. عرفنا الاكسترنال والانترنال، نجول للجزئية المهمة بالنسبة لنا اللي هي الميدل إير. الميدل إير قلنا it is epochs ولا كافيتي، متكون من 2 بارت: المين كافيتي والسوبرا والسوبيريور بارت منه اللي يسموا فيهن سوبرا تيمبانيك ريساس. وبعدين قلنا ان هي bounded by bones except lateral wall منها اللي هو هنا مكان اللي هو مكان التيمبانيك ممبرين. الاذر وولز كلهم حيكونوا عباره عن bones. عندي من قدام anterior wall، من تحت الفلور، من فوق سوري الروف، الروف من فوق والفلور من تحت، وعندي posterior wall وعندي anterior wall وعندي ميديال وول ولاترال وول. نبدأ بالميديال واللاترالز. اللاترال وول اللي قلنا هو الوول الوحيد، it is not bone, it is the tympanic membrane. بالنسبة للميديال وول اللي هو حيكون مقابل لللاترال وول، الميديال وول المين ستراكشرز اللي يهمني فيه، تعرفوا ان فيه البرومونتري اللي هي الجزء البارز، طبعا كل مش كل الديتيلز باينة على الموديل. البرومونتري اللي هو الجزء البارز اللي مكونته ليا الكوكليا، برضو فيه اوفال ويندو، في راوند ويندو، وحيكون في ماشي الهوريزونتال بارت اوف ذا فيشيال نيرف. نجول للفلور بتاعي الارضيه، هي مينلي عباره عن بون سيبريتد ات فروم ذا جاجولار فين، انترنال جاجولار فين، فعشان هيك نسمو فيه جاجولار وول. الروف الروف من فوق ما فيش الا تيجمنتم بليت اوف بون سيبريتد ذا ميدل اير كافيتي فروم ذا ميدل كرينيال فوسا. نجول الانتيرير وول اللي هو فيه ستراكشرز باينة على الموديل. الانتيرير وول يحتوي على الفيري امبورتنت كانال which is اوستيكيان كانال ولا الاوستيكيان تيوب الاودوتري فارنجيال تيوب، اللي هي connected the middle ear cavity with the lateral wall of nose. هي مسؤولة عن ال ventilations ومسؤولة على اللي هي ال connections re ventilations لل air within the air ال cavity of the middle ear. برضو في مصل ثانية important بيكل، هي جاية من anterior wall وماسكة في التيمبانيك ممبرين. المصل هذه اسمها tensor تيمباناي مصل. تنسور تيمباناي مصلز تبي تمسك في التيمبانيك ممبرين عن طريق انها هي تثبت في اول بون فيه اللي هي المالولس بون. نجول للبوستيريور وول. البوستيريور وول ات شود بي ان، وبرضه سوري اسف، اخر حاجه في الانتيريور وول برضه حيكون ريليتد تو ذا انترنال كاروتيد ارتري. اتس ذا لاست امبورتنت ستراكشرز ريليتد انتيريور اللي هو الانترنال كاروتيد ارتري. البوستيريور وول اهم ستراكشرز تشوفوه في البوستيريور وول بالنسبه ليا فيشيال نيرف، الكانال فور ذا فيشيال نيرف. طبعا مش قاعد الكلام هذا على الموديل، اللي هو الفيشيال نيرف الفيرتيكال بارت اوف ذا فيشيال نيرف حيكون ماشي على البوستيريور وول اوف ذا ميدل اير. وبرضو عندي الباراميد جزء الهرم اللي بارج اللي تحت منه المصل اللي اسمها ستابيليس مصلز، اللي هي هي تاخذ نيرف سبلاي من الفيشيال نيرف وماسكه في الستيبس الفوت اوف ستيبس، وتتحكم في الحركه بتاعت الاوفال ويندو اللي هي كفرد وذ ذا فوت اوف ستيبس. نجول ستراكشرز وذين ذا ميدل اير كافيتي. لازم تعرفوا ان الميدل اير يحتوي على 3 بونز: مالولس وانكس وستيبس، ويحتوي على تو ماسلز اتاتشد. المالولس اتاتشد لها التنسور تمباناي which is getting nerve supply from the mandibular nerve، والستيبس ماسكه فيها الاستابيديس ماسلز which is getting nerve supply from the facial nerve.